لازم يطلع ينضخ اذا كان القلب سليم. هذا قانون ستافلين. هاي الآلية متأصلة بالقلب، كل الدم اللي بيجي لازم يضخه. هذا لا نشوف قديه. يعني شو اللي بيرجع فينا صليتين؟ مثلا البورتفوليو حجم الدم لما بيزيد، حجم الدم لما بيزيد، هلا هاي التنفس مثلا نيكاتيف انترا سوراسيك بريشر، هاي قلنا نحن عنا انه لما بيزيد اثناء التنفس اثناء الشهيق بينقص الضغط السلبي ضمن جوف الجن وبيزيد الضغط الايجابي ضمن جوف البطن، واثنيناتهم بيسحبوا الدم من الصدر الى البطين الى الاذيني اليمنى. هلا هاي الفيناس بريشر، طبعا الفيناس بريشر هاي الفازو كونستراكشن او السمباثيك نيرف ستيميوليشن، تنبيه الوده بيقبض الاوعيه بيزيد الفيناس بريشر. الفيناس بريشر معناته بده يرجع الدم الى القلب. هاي سكيلتا مصل بامب مضخه عضليه كلها رجعت الى الاندودياستوليك فوليوم. طبعا الاندودياستوليك فوليوم زاد اذا فقد كل العوامل الثانيه كما هي كافي انه يرفع بطش يعني. بس اذا لا تبدا الدياستوليك فوليوم معناتها هلا مثلا فرضا معناتها عندك بشكل سريع لما بتزيد السوائل بالجسم واذا كان كل شيء ثاني طبيعي لازم يرتفع الضغط. نقص السوائل بالجسم لازم يخفض الضغط. يعني اذا بقت العوامل الثانيه سليمه واذا كان القلب سليم، انا ما احكي ضمن منظومه. هالمنظومه يعني تتطلب سلامتها سلام جميع عناصره. فإذا كان في خلل بمكان معين قد يعوض بمكان آخر. وبالتالي هي الاندودياستوليك فوليو. هلا هاي مثلا هاي كاردياك اوتبوت، هاي كاردياك ريت ضرب ستراك فوليو. طبعا ستراك فوليو يعني هلا إذا شفنا الفرانك ستارلي، طبعا الفرانك ستارلي كله في نص انه تزداد قوة انقباض القلب بزيادة الطول البدئي للليف العضلي اثناء بدء او في نهاية التقلص في نهاية الانبساط. فكل هاي اذا بيعبر عنها بشكل واقعي، كل ما ازداد عودة الدم الى القلب كل ما زاد قوة انقباض القلب. هذا فرانك، هذا قانون ستارلي. زيادة عودة الدم الى القلب تؤدي الى زيادة قوة انقباض القلب. إذا كان القلب سليم ما في شيء. فهلا أنا ما أشوف إن الفرانك ستارلينج هاي الاندودياستوليك فوليوم زاد، هاي هلا الكونتراكشن سترينكس زاد، ستراك فوليوم زاد. طبعا الستراك فوليوم له علاقة بالمين أرتيريال بريشر. مين أرتيريال بيفعل مين أرتيريال بريشر ضغط متوسط. طبعا دارس سمباثيك نيرفز بتعرف شو بتعمل بالهاي تأثير على المين أرتيريال درجة لما تضم يعني تأثيرها على لما تنقص تنقص الضغط الشرياني أو تنقص ستراك فوليو. هذا تنظيم الضغط الشرياني. تيجي استراحة ولا أفضل بس نعرف والمنعكسات اللي هي كلها الوحدة الوظيفية للجهاز العصبي. فهلا تنظيم عصبي. هلا إذا تتذكروا لما قلنا أولا القلب في ذاتية خاصة فيه، في نسيج عقدي خاص فيه وقادر يشتغل لحاله. بس معناتها شو فائدة تعصيبه وديا ونصيبه وديا؟ زيادة نتاج القلب او انقاص نتاجه حسب الظروف او حسب الحاجه. ليك هذا التنظيم الودي ونظير الودي. هلا ليك نظير الودي بيجي بالعصب المبهم. هلا هذا بيجي نظير الودي للنسيج العقدي فقط. هلا بالكتب عندكم موجود انه بعض الياف للاذيني او بعض الياف للبطين، ولكن هي قيمتها تقريبا فيك تبرش المعدومي. يعني بمعنى اخر الفارس البساتيك للقلب مختص بالنسيج العقدي، جاي عن النسيج العقدي، شايفين عن عقدي جايبين بشكل رئيسي وعن عقدي الأذينية البطينية. فيه مقوي أثناء الراحة. هالمقوي يمكن تزيد ويمكن تنقص. نقصة هالمقوي سرع القلب. زادت المقوي بعض القلب. مش شرط انه المقوي بده يضل كما هي. هلا هذا من الاعضاء
اللي بيتعصب وديا ونظير وديا. والود بتذكر قلنا قلنا لما بيكون ودي ونظير ودي تعاكس. لما يكون ودي ونظير ودي الا قال بالغدد اللعابيه ما هي بس فقط بمكان واحد انه بيصير بيه كومبلمنتري وبيصير باماكن اخرى مثلا بالاعضاء الجنسيه بيصير كمان فيه سينرجيستيك او يعني بيصير تعاوني هذا بيعمل شيء وهذا بيعمل شيء. بس فقط والمباقي وين ما كان ودي ونظير ودي تعاكس. فهلا اذا بدنا نشوف المنعكسات هلا المنعكسات الوديه او تنظيم بالمنعكسات هلا انا بشوفكم فيديو عليه بس هلا بالاول بس نشرحه. اولا نحن عندنا المنعكس مؤلف من 5 عناصر مستقبلات طريق وارد حسي مركز عصبي طريق صادر حركه عضو منفذ. هلا المستقبلات وين موجوده؟ موجوده يا اما بجدر الشرايين هي جدر الشرايين الكبيره والشرايين المتفرعه منها يعني بالشرايين جدر الشرايين وموجوده كمان بشكل او اخر بشكل قليل مستقبلات بسموها الضغط المنخفض بالاذينه اليمنى والاذينه اليسرى مستقبلات الضغط المنخفض. هاي طبعا المستقبلات اللي بينبها التمطط يعني خاصه بجدر الشرايين التمطط هاي مستقبلات موجوده بجدر الشرايين. هلا الطريق الوارد الحسي هو يا بالعصب المبهم او بالعصب الودي طريق الوارد. المركز العصبي المركز المحرك الوعائي الموجود في البصر السيسري في التشكلات الشبكية للبصري وأسفل الجسر. وهالمركز المحرك الوعائي حتى الآن بنيته بشكل دقيق ما معروفه. هلا بقيت لكم فيه إنه هو بشكل أساسي 3 مناطق المركز المحرك الوعائي. إذا هلا هاي الطريق طريق الوارد والطريق الصادر موجودين بالأعصاب الودية ونظير الودية. المركز العصبي هو المركز المحرك الوعائي الموجود في البصر السيسري المؤلف من 3 مناطق رئيسية. منطقة تستقبل الإشارات من وين مكان وفي منطقتين أخرين في منطقة خاصة بالأوعية ومنطقة خاصة بالقلب أو تنتين بالأوعية واحدة بالقلب. فيعني بشكل هي تختلف من مرجع لمرجع أن المركز المحرك الوعائي 4 مناطق منطقة حسية بتستقبل الإشارات وبتبعت الإشارة لأما في منطقة خاصة بالأوعية الدموية ومنطقة خاصة في القلب واحدة بتسرع القلب واحدة بتضغط القلب واحدة على مقبض الأوعية هلا بنشوفها على المخطط. بس هذا المهم هذا المنعكس تنظيم السريع للقلب بواسطة المنعكسات. طبعا هلا شوفوا كيف بتنظم. هلا نفرض انه ارتفع الضغط الشرياني معناتها طبعا نحن كمان نفس الشيء هذا المستقبلات ترسل اثناء حاله الراحه عدد من الاشارات تعتبر هاي انه بمسافه مقوي يعني تعتبر انه الاشارات هاي انه هاي تؤشر على مستوى الضغط في الحالات السويه مؤثر على مستوى الضغط في الحالات السويه. هلا ارتفع الضغط زادت كميه الاشارات المرسله الى المركز المحرك الوعائي. هلا المركز المحرك الوعائي بيرسل اشارات عبر نظير الودي بيزيد المقوي نظير الودي فبيبطئ القلب وبيرسل اشارات عبر المركز الى الاوعيه الدمويه بنقص المقوي الوعائي فبيوسع الاوعيه. فصار عندنا هلا نحن عندنا بهالمنعكس طيب البداية هاي مركز المحرك الوعائي موجود مثل ما قلنا بالتشكلات الشبكية البصلي وتقريبا مثل ما قلنا وأسفل الجسر في 4 مناطق. هلا ليش شايفين مكتوب فازوكونستراكتور وكاريديو انهيبيتور وفازودايليتور منطقة موسعة نوعية. هلا المنطقة اللي مبين هون انه المنطقة الحسية ما تستقبل الإشارات طبعا المنطقة الحسية استقبلت الإشارات في موجودة في نواة السبيل المفرد وبعدين ترسلها الإشارة يا ترسلها يا المنطقة الفازوكونستراكتور بتزيد المقوي الودية
أو بترسلها طبعاً إلى المنطقة الفازو دايليتور موسع الأوعية يعني طقس مقوي، أو ترسله إلى الكارديو إنهيبيتور. طبعاً في كارديو إنهيبيتور وفي كارديو مسرع للقلب. يعني إذا بدنا ناخذ بشكل عملياً إنه هالمركز المحرك الوعائي في منطقة خاصة بالأوعية ومنطقة خاصة بالقلب. هالمنطقة الخاصة بالأوعية يا بتزيد المقوي يا بتنقص المقوي. المنطقة الخاصة بالقلب جزئين، واحد لما بيتنبه بينبه نظير الودة، واحد لما بيتنبه بينبه الودة. هلا نحن النقطة اللي ما ذكرناها بالقلب إنه القلب النسيج العقدي عليه فقط نظير الودة للنسيج العقدي. هلا الودة بيجي للنسيج العقدي وللنسيج العصبي. فالودة على القلب بيسرع القلب وبيزيد قوة انقباض القلب، يعني بينقص الإند سيستوليك فوليوم. بينما نظير الودة خاص تبطيء القلب تسريع القلب بس بسرعة القلب. الودة خاص بزيادة سرعة القلب، زيادة قوة انقباض القلب. فلأنه ألياف بتنتهي بالعضلة الأذينية وبالعضلة البطينية المركز المحرك الوعائي يعني بدك تحفظه مؤلف من منطقتين من ثلاث مناطق، منطقة حسية تستقبل الإشارات وفي منطقة خاصة بالقلب ومنطقة خاصة بالأوعية. هلا المنطقة الخاصة بالقلب جزئين، واحدة لنصير المدة وواحدة للمدة، والمنطقة الخاصة بالأوعية واحدة تزيد المقوي واحدة تنقص المقوي. هلا هاي مشروحة يعني بشكل واضح إنه عندنا احتمالين. لما مثلاً هلا زاد الضغط الشرياني، زاد الإشارات اللي أرسلت من مستقبلات الضغط أرسلت للمركز المحرك الوعائي. المركز المحرك الوعائي إذا شايفين باع الإشارات على القلب حتى يبطئه وباع الإشارات على الأوعية حتى يوسعه. لما بتوسع الأوعية بينخفض الضغط، ولما بيبطئ القلب بينخفض الضغط. من القانون هذا آخر واحد، لما بتوسع الأوعية بينخفض الضغط، ولما بيبطئ القلب بينخفض الضغط، ولما بيصيروا اثنين بينخفض بيرجع ضغط الشرياني الى حالته الطبيعيه. طبعا هلا ليش معناته بده يصير ارتفاع ضغط شرياني؟ لانه هالمستقبلات هاي تمناك وهاي هاي عندها عند ال 120 ترسل عدد من الاشارات، هاي متعوده على هالعدد من الاشارات ترسلها عند ال 120. زاد الضغط زاد عدد الاشارات المرسله وتبقى شغالي عندكم بالكتاب مكتوب اللي بدنا 3 ايام 2 3 ايام هي تبقى شغالي ل 48 ساعه بس خلاص. يعني مكتوب من 2 ل 3 ايام اظن 2 ل 3 ايام، اما هي 48 ساعه بتضل شغاله المستقبلات. اذا انخفض الضغط كان بني، ما انخفض اعتبرت انه هذا المستوى من الضغط هو المستوى الطبيعي. طبعا العكس يحدث بالعكس، انه لما بينخفض الضغط وبتنقص عدد الاشارات المرسله من مستقبلات الضغط ستريتش ريسبتور المرسله الى مركز المحرك الوعائي. المركز المحرك الوعائي منظم بحيث انه لما بتنقص عدد الاشارات عليه بيبعث اشارات للاوعيه بيقبضها وبيبعث اشارات للقلب بيسرعها، اثنيناتهم بيؤدوا الى. فهلا يعني انا عندي بشكل سريع كيف فيني ارفع الضغط الشرياني؟ يا بدي اولا يا بدي زيد قوه انقباض القلب يعني نقص الـ systolic volume هاي بشكل سريع، يا بدي قبض الأوعية. يعني في حل تالي بشكل سريع، يا بدي قبض الأوعية يا بدي سرع القلب أو بدي زيد قوة انقباض القلب. تجرى يا بزيد قوة انقباض القلب يعني نقص الـ systolic volume، يا بسرع القلب زدت الهارت ريت، يا بقبض الأوعية زدت الريزيستانس. هالثلاث حالات هاي تعطي مفعول سريع لارتفاع الضغط الشرياني. المفعول البطيء زيادة السيستوليك فوليوم، الانتدياستوليك فوليوم، زيادة حجم السوائل الجسم. هاي تأثير سريع وتأثير بطيء للضغط الشرياني. هلا تعديل فعالية المركز القلبي الوعائي. مستقبلات الضغط باروريسبتورز حساسة للتمدد. يعني عندها مستوى قاعدة بالحالة السوية من كوامن الفعل المرسلة ولا توقف على مخفض.
مستقبلات الكيميائية كيمو ريسبتورز هي حساسة للأو 2 وسي أو 2 وشوارد هيدروجين، وهي خاصة بالتنفس، تسريع التنفس وتبطيء التنفس. بس مع تسريع التنفس وتبطيء التنفس من باب الانسجام، إنه لما بتسرع التنفس معناتها في عنا نقص أكسجين بالجسم، معناتها كمان لازم يتسرع القلب، ففي ارتباط بيناتهم. إنه بيتسرع التنفس لازم يتسرع القلب مشان يؤدي الغرض المطلوب. إذا تغيرات إيش والسي أو 2 والسي أو 2 في الدم. مراكز دماغية أعلى المركز المحرك الوعائي بأقسامه الثلاثة تحفظوها. منطقة حسية لاستقبال الإشارات، وفي منطقة خاصة بالقلب، ومنطقة خاصة بالأوعية. الخاصة بالقلب جزء من الرماسير الودة، جزء من الودة. اللي خاصة بالأوعية واحدة لتقبل الأوعية، زيد المقوي الوعائي، واحدة تنقص المقوي الوعائي. طالع هاي شكل كمان أكثر، يعني كيف طالع عند الودة ومصير الودة. إذا شايفين الودة شايف مش النسيج العقدي ولا النسيج المطيني. أما نصير الودة، نصير الودة ليك، نصير الودة جاي فقط للنسيج العقدي. أما هاي الودة جاي للنسيج العقدي وللنسيج العقدي.